بغيت ناكد بانهم راه ماشي خططوا باش يقتلوا هذاك الشرطي منذ مده، اي ما كان انتفاء الطابع الشخصي لهذه الجريمه، بمعنى هذاك الشرطي وتفنيدا لما تم الترويج له، هذاك الشرطي كان ضحيه لا علاقه له نهائيا. هذاك الشخص وجد في المكان اللي كانوا كيتربصوا به هذوك الارهابيين. احنا اللي كناكدوا عليه استاذ وهو العمليات الاستباقيه دائما تجهد هذا النوع من العمليات الارهابيه، دائما هناك عمل دؤوب. ولكن الى لاحظتوا كما اشار الى ذلك بلاغ المديريه العامه للامن الوطني ان هذو كان عندهم نوع من التطرف السريع، وهذا لاحظنا في مجموعه من تجارب المقارنه في عده دول اللي استهدفوها عمليات ارهابيه، لان الان الارهاب انتقل من المرحله من 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 المسائل الكلاسيكيه اللي كانت كتعتمد على الاستقطاب والفرز والتربيه والاعداد ثم التجنيد او الافاد الى القيام بعمليه ارهابيه. الان عندنا ما يسمى بالتطرف السريع، اي ان يمكن نغرر بك غير برسائل على الانترنت، تدخل لهذوك الدارك ويب لبعض بعض اللي كيكونوا متطرفه وتقدر تتطرف. اذا هاد الناس هادو اعلنوا البيعه منذ شهر ونصف فقط وانتقلوا للعمل الارهابي باش يرتكبوا العمليات ديال التخويف والترهيب. كانت هناك اهداف متعديه القصد، وهذه الاهداف متعديه القصد هو استيلاء السلاح ثم القيام بعمليات كتستهدف الابناك باش يحصلوا على العائدات الاجراميه، وعاد غيديروا عمليات اجراميه ارهابيه نوعيه اللي كان محددين لها مجموعه من الاهداف.